السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم جايبين لعبة من ألعاب الموبايل نازلة 2020، والحقيقة هي على نمط ماينكرافت. اللعبة اسمها هانتر كرافت، ولعبة شيقة وحلوة، والجميل بيها كلش حلو، يعني إنها تلعب أوفلاين، يعني ما تحتاج إنترنت حتى تلعبها. فراح نلعب اليوم هانتر كرافت ونشوف اللعبة وخصائصها. اللعبة يعني حتى ما تطلب مشترى هواي، يعني تشتري هواي. شوف، خلنا نستعرضها وياكم. هاي الخارطة، الخارطة، وهاي راح تلعبها بالتدريج المراحل. هاي عندك السلاح، السلاح كل ما تقتلك ميوتنت وحش او زومبي تاخذ منها نقاط، تجمع والنقاط هاي تنطيك للسلاح، يعني قد يكون اي سلاح من ذولي. راح ادليكم اياها من اللعب. بلاي، هاي بلاي، وهاي السكين، تختار السكين اللي تي تلعب بيه، اي شخصية يعني. واخر وحدة الباكس، تختار الباك، يعني اي باك هم تلعب بيه ويا الشخصية. راح اقول له سيتنج، عندنا سيتنج الجرافيك، احنا مخليه الترا جرافيك، يعني موبايل يدعم الالترا افضل شيء الالترا. طبعا اللون الدم خليته احمر، راح ارجع اخضر، يقول لك لا تخليه احمر، يعني دم هو هاي، بالتالي يعني يتحسسون للون الاحمر، يعني يصير خاف يصير حرق له شيء. التسجيل بالانستغرام، فيسبوك وتويتر. هذه كل هذه اللعبة راح نبدي نلعب على بكرة. هذا اللي بالنص شايفينه بلاي، هو اللي راح ياخذنا للعبة. ودوس بلاي وعلى طول دخلنا باللعبة. شايفين الان راح امشي. هذا واحد من الزومبي نزل، طبعا راح اروح اقتله، قادر اروح اقتله. شايفينه، اخلي الام عليه، اطلاق النار. شايفين هذه الصفر اللي تنزل تاخذونها، وهي تعطيكم نوع السلاح اللي النقاط مال السلاح المستخدم اللي راح تستخدمه، ربحته منه وراح تستخدمه. ارجع للشارع، راح ارجع للشارع. نيو اوبجكتيف، خصم جديد. شوفوا، راح الخصم الجديد، ماكو اي خصم، كن جوا. وضع الكاميرا، اغير وضع الكاميرا. شايفين، بست على الكاميرا، غير الوضع عندي. ايضا نيو اوبجكتيف، جاي ينزلون الوحوش. هاي الطيارة، على فكرة انت تصطاد الوحوش والزومبي وهاي، بس اكو شغلة بعد. اكو ناس ما مصابين، فعليك تنقذهم، انت تجيبهم توديهم للطيارة وتحملهم بالطيارة وتسعفهم. يعني هنشوف هاي شو تقول. سكيربن ايزي، هذا وضع الانتقام السهل، مو مثل ذاك صعب. هذا واحد من الزومبي، راح اروح اقتله. شايفين اخذتهم، شايفين السلاح، ابدل بيا سلاح اريده من ذولا. هذا عندي 5 طلقات، هذا مو عندي ولا طلقة، هذا عندي 14 طلقة و68. هاي بس العب بالمسدس. طبعا انطاني انذار بوجود خصم،
object هذا هو شايفينه يمشي قدامي واخذت النقاط هذا واحد ثاني هين طلع هذا هين ما شفته بس ثاني تيوتا اروح الشارع تصير الخصومات واضحة واقتل هذا بطريقي مثل ما قلت لكم روح الشارع طبعا الشارع الان اوقف خصم هنا اشوفها شنو ايزي ستارت سكال ريفنج انتقام لسكال جماجم ايزي ستارت خلينا نقلها ما يخالف ناخذها ستارت قدام سهل راح يطبق علي اللي شوف خليهم كلهم يهجمون علي انا الحلقه يعني يريد المشين جان يعني المشين جان ما عندي الرشاشة اوتوماتيكي فراح اكمل لعبه وسكار فنس ميديوم لا ما اريده الان منظر ليلي شايفين اللي رشاشات وايد تنفتح في التدريج طبعا هذا وحش شنو هذا هذا ريمو فاوند ذخيرة وجد تجيني اخ هذا واحد وراي هذا تشيست راح اخذ تشيست صندوق ايضا راح اوصل صناديق صندوق مساع هنا هذا هو اوبن يو تيك يقول اخذ حتى اوبجكتيف جاني هذا صندوق ثاني وهذا هذا يما واحد خل اروح وارجع له شايفين حلقني هو قتلته هذا واحد ثاني ناخذ كلهم ونروح للصندوق نرجع اوبن
اجاني هم شو اسمه خلي ولي الان اكو عدو اجاني صار منه من ورا ما اشوفه الحبيبه أخذت الذهب طيب وأرجع المسدس أترك لا أنا قاتلهم هذا وحش شايفينه راح أنزله ارجع للشارع طيب هذا الورد ايش يقول لا هذا ينتقمون مني انتقام صعب يعني ما اقدر لهم بدون قلت لكم ماشين جان بدون رشاش الان هذا الرشاش نزل عندي شايفينه نزل عندي وب34 طلع يعني راح ارجع اروح الايزي ناخذه الاسلحة تجي تنزل تباعا من الطلقة اللي تاخذه من تقتل واحد مثل ما قلت لك راح يطلع النهار الان شايفين ما اشوف اي خصم راح اكمل يمكن هذا واحد كان في رشاش يسوي شغل قلت لك راح اجمع رشاش حتى اخذ سكال ايزي الان راح ارجع العب بالمسدس ماكو شيء هنشوف الأخضر شو يقول 100 سكال ريفنش 100 ستارت بداية نص ونص صعبة يعني ما أريدها نروح الوضع النهاري خلينا نركض شوية إذا أردت تركضون بس دوس المدورة مال الاتجاهات ودوس هذا الفوق الصغير شايفينه فوق دوسه وياه راح يخليك تركض أبابي لعبة جميلة الحقيقة واللي بيها لازم نخلي الناجين طبعا ما لقيت ولا ناجي انا بس اكو بيها ناجين لازم نخليهم هاي اوبجكتيف راح اروح اكتله راح اكمل الورد ايش يقول هذا صعب صعب يعني يهجمون عليه هجم اكو اوبجكتيف ما ادري وينه صراحة كمل يطلع من هو وبعده يجي علينا حبايبي كانت هاي الفكرة وتجربتي الأولى بهانتر جان هانتر كرافت العفو
إذا عجبتكم الهاي شاركوني وزيدوني لايكاتكم هاي، وأوعدكم إني راح أجيب لكم ألعاب جديدة مال 2020 كلها بالأندرويد. هذا نيوتن شايفينه، لو قالكم إن هذا سريع يكتلك بسرعة وأنت ما تدري. شوف هذا الميوتنت مو لعب جهال، دير بالكم منه كلش ويلحقك هسه. الان شوف قطعته، سويته وصل ايضا لاحقني الان. شوف هذاك ما يخوف يصير، بس هذا صغير كبير ما يخوف، بس هذا صغير. ديروا بالكم منه، دمي راح يخلص وراح انهي الحلقة وياكم. قلت لكم العاب جديدة 2020 كثيرة عندنا وراح العبها وياكم. خلينا نكتب المهم اخذنا قتلنا ألعاب كثيرة إن شاء الله، وأجيب لكم بعض ألعاب جديدة أندرويد 2020. إذا عجبك الفيديو لا تبخل علي باللايك، وإن شاء الله أنا ما راح أقصر وياكم، مو كل يوم، كل يومين كذا ثلاثة أجيب لكم لعبة أندرويد جديدة. حبايبي كان هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد، في أمان الله.